السيدة رئيس مجلس الأمن. كان يوم أمس يوم مآس لشعب غزة، ومن كلمات أخرى تصف ما حدث فعلا، فما من مبرر للقتل الذي حدث وما من عذر، لأنه لا يخدم أحد ولا يخدم غاية السلام بكل تأكيد. وإن قلبي يوجعني اليوم وأنا أعرب عن تعازي للأسر من قتلوا بالأمس ومن قتلوا على مدى 6 أسابيع من المظاهرات في غزة، ومن له أن يجد كلمات يعزي فيها أما ثكلى. من أدعوكم أنتم جميعا لأن تنضموا إلي اليوم بالتنديد وبأشد العبارات والأفعال التي أدت إلى فقدان هذا العدد الهائل من الأرواح في غزة. وعلى إسرائيل مسؤولية تعديل استخدامها للقوة، ولا تستخدم القوة المميتة إلا كوسيلة وكحل نهائي، وذلك إذا واجهت خطرا محدقا بالقتل أو الأذى الخطير. وعليها أن تحافظ على حدودها من الاختراق والإرهاب، ولكنها عليها أن تفعل ذلك طريقة تناسبية. وحماس التي تتحكم بغزة منذ أكثر من عقد عليها أن تستخدم هذه المظاهرات كعذر لزرع القنابل عند السياج، وعليها ألا تزرع عناصرها ما بين المدنيين وتهدد أرواحهم. سيدتي الرئيس، إن العشرات من الآلاف من شعب غزة يتظاهرون لأكثر من 6 أسابيع الآن، وهم شعب يعيش في فقر مدقع ويعيشون في ظروف تشبه ظروف السجن والاعتقال، يعيشون دون أمل بالغد. هؤلاء يريدون أن يسمع صوتهم ويريدون مستقبلا يتعدى مجرد البقاء، وقد خانهم قادتهم ولم تتحقق الوعود التي قطعت لهم، وقد غضب الشعب، وهذا الغضب إن لم يجد وسيلة بناءة للإعراب عن نفسه سيؤدي إلى مزيد من الدمار والمعاناة. وبغض النظر عن رأينا بدوافعهم، فواجبنا الاستماع إلى معاناتهم. وقد عاشوا الكثير من النزاعات المدمرة، وثلاثة منها وقد عانوا من المعاناة الشخصية ويحملون ندب المأساة الوطنية، وقد لطخوا بمعاناة دولية يومية تسبب بها قادتهم الذين يستخدمونهم لتحقيق غاياتهم السياسية. ول10 سنوات يعيشون تحت سيطرة حماس، معزولين عن أسرهم في الضفة الغربية، ومعزولين بسبب الإغلاقات التي تسببهم بالشلل. وإن حلقة العنف في غزة هذه عليها أن تتوقف، وإلا فهي ستنفجر وسوف تجر وراءها المنطقة بكاملها إلى مواجهة مميتة. على المجتمع الدولي أن يتدخل ليمنع نشوب الحرب. علينا أن نتحرك وبسرعة وبطريقة فعالة في تنفيذ كافة المشاريع التي نوقشت لأشهر طويلة، وذلك لحل الأزمة في الطاقة والمياه والرعاية الصحية يعاني منها سكان غزة. وهذا لن يتم إلا بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر. ولكن وقبل كل ذلك علينا أن نضع حدا لهذا العنف الأعمى. السيدة الرئيسة، بالأمس شارك ما يقدر ب35,000 شخص في مظاهرات في غزة، والمئات شاركوا في مظاهرات في مدن الضفة الغربية في رام الله وبيت لحم والخليل وأريحة ونابلس والقدس الشرقية، وذلك في إطار مسيرة العودة الكبرى واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ولم يتم الإبلاغ عن حالات قتل في الضفة الغربية التي شهدت اشتباكات محدودة ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية الإسرائيلية في عدة نقاط. تفتيش إلى أن الحالة في غزة تدهورت مع مرور اليوم، وخاصة في القرب من السياج. وحسب تقارير متعددة فقد قتل ما على الأقل 60 شخصا بالأمس، منهم 6 أطفال، وقد جرح 1300 شخص برصاص حي ورصاص مطاطي. جرح جندي إسرائيلي واحد وقد أسعف في المستشفى. ومنذ بداية المظاهرات في 30 من آذار مارس قتل أكثر من 100 متظاهر، منهم 13 طفلا، نصف منهم قتلوا بالأمس فقط، وهذا يشكل أكثر الأيام الدموية في غزة، ويشهد أعلى نسبة قتل وجرح منذ النزاع في 2014. حماس والجهاد الإسلامي اعترفتا بأن من قتلوا عناصر في منظماتهم، والقوات الدفاع الإسرائيلية تدعي أن 24 على الأقل من القتلى كانوا مرتبطين بنشاط مسلح. وتحت غطاء هذه المظاهرات قامت حماس والهيئات المسلحة الأخرى بإجراء والقيام بعمليات عنيفة واستفزازية، بما في ذلك عبر
زراعة بعض العبوات الناسفة عند السياج، وذلك سعيا منها لانتهاك هذا السياج وارتكاب هجمات. وحسب خدمة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، فقد تم تفجير عبوة ناسفة واحدة على الأقل بحق مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي خلال عملية اختراق، 18 ضربة جوية و8 حالة قصف تمت على يد القوات المسلحة الإسرائيلية بحق 26 هدف من أهداف حماس، وذلك انتقاما لما صنفته إسرائيل كأعمال عنيفة. السيد الرئيس، وفي ظل هذا فإن المستشفيات في غزة تبلغ عن أزمة متنامية وخاصة في المعدات الطبية الأساسية، هناك حاجة للعقاقير والمعدات لمعالجة الجرحى. إن منسق الأمم المتحدة الإنساني المتواجد في غزة حاليا زار مستشفى الشفاء بالأمس، والذي يعاني هذا المستشفى من شحن في الأسرة لمداواة الجرحى الذين قد جمعوا من المظاهرات، وقد شهد كيف يجلب الضحايا ويتركون في ساحة المستشفى التي تستخدم كمنطقة لتصنيف الجرحى. أدعو إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية لتيسير مغادرة أو إخراج الجرحى المصابين بجروح خطيرة من غزة، وأرحب بما اتخذته مصر من خطوات في هذا الاتجاه. أغتنم هذه الفرصة لأحيي شجاعة العاملين في المجال الطبي الذين يعرضون حياتهم للخطر، بما في ذلك من يعملون في الهلال الأحمر الفلسطيني الذين عانوا من ضحايا من بين صفوفهم. وأنا ويحزنني الإشارة أيضا إلى مقتل عامل في المجال الصحي بالأمس خلال المظاهرات، ونؤكد على ضرورة عدم المساس بموجب القانون الدولي بسلامة المرافق الصحية والموظفين في المجال الطبي والصحفيين كانوا من جرحوا أيضا بمظاهرات الأمس. الوضع الإنساني الصعب في غزة والذي أبلغت عنه مرارا وتكرارا في هذه القاعة على مدى العام الماضي، هذا الوضع الإنساني الخطر قد زاد خطورة، لأن السلطة الفلسطينية تحرم حوالي 20,000 موظف القطاع المدني من رواتبهم في غزة. ولتعقيد الأمور أكثر، في 14 من أيار مايو فقد قام متظاهرون فلسطينيون بتدمير أكثر من المرافق عند معبر كرم سالم، وهو أهم معبر لدخول المعدات إلى غزة، وقام أعضاء فريقي بإجراء تقييم مبدئي لهذا الموقع. ولي أن أبلغكم بأن الضرر شديد، وسوف يعرقل توصيل الوقود والسلع المطلوبة لغزة ولأسابيع مقبلة. ونحن نتحدث هنا، فالأمم المتحدة تعمل مع السلطة الفلسطينية ومع إسرائيل لضمان توفير المساعدة لإنقاذ الأرواح بالرغم من الضرر الذي ألحق بمعبر كرم سالم. والسيد الرئيس، من قام بالتحريض على هذا التدمير يتحمل مسؤولية تعميق معاناة مليونين نسمة في غزة. السيد الرئيس، لقد قام الأمين العام وقمت أنا بتوجيه دعوات متكررة للجميع لممارسة ضبط النفس والاتخاذ كافة الخطوات المطلوبة لتفادي أي تصعيد للعنف ولنقوم بالتحقيق بكافة الأحداث، وقد تفاعلت مع كافة الأطراف لتحقيق هذه الغاية. وإن الإعلانات العامة والرسالات التي يرسلها حماس تبين نيتها باستخدام المظاهرات لاختراق إسرائيل ومهاجمة الإسرائيليين، إن هذه البيانات وهذه الأفعال تهدد أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين سواسية ولا يمكن تبريرها. وأؤكد هنا سيدتي أنه من الأساسي على المدنيين وخاصة الأطفال أن لا يكونوا أهدافا من قبل أي شخص، وأن لا يستخدموا غطاء للنشاط المسلح أو يعرضوا للخطر في أي صورة كانت. السيد الرئيس، العنف مستمر وقد ظهرت مشاكل تقنية بسبب ذلك، وقد قلص ذلك من الطاقة الكهربائية وتسبب بحوالي 22 ساعة من انقطاع الكهرباء في غزة بالأمس فقط، وهذا يذكرنا بهشاشة البنية التحتية في غزة. وابتداء من الغد فالأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء دوليين عليها أن تركز وتكثف الجهود لتنفيذ مشاريع ستعود بأثر فوري يحسن وضع الطاقة الكهربائية والماء والرعاية الصحية وبطريقة ملحة. إن التطورات التي شهدتها غزة ما هي إلا تذكار أليمة جدا بالآثار المدمرة الناجمة عن الغياب المستمر للسلام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وهنا أعيد التأكيد على هذه الرسالة، وخاصة إذ يحيي شعب فلسطين ذكرى النكبة
والتي يحيون فيها ذكرى حرب 1948 والتشرد الذي تسببت به، وهم سوف يستمرون بالتظاهر في غزة والضفة الغربية في الأيام القادمة. وعلينا أن نكثف من جهودنا دعما لتسوية سلمية لهذا النزاع. علينا أن نوجه نداء مشتركا للجميع للابتعاد عن أي تدابير أحادية الطرف لن تخدم إلا في إبعادنا عن درب السلام ومساره، بدلا من العمل على إنهاء الاحتلال والنهوض بهدف سلام عادل ومستدام يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تكون غزة جزءا لا يجزأ من فلسطين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن. وشكرا.